اشتغلت على نفسي سنين ولفيت السبع لفات وأخذت أدوار يمكن ما كانت تناسبني واستثمرت علاقاتي والحمد لله وصلت لعتاب الشهرة. بس بعدين اكتشفت أن الشغل في الإعلام دخله يعتمد على الحملات الإعلانية وصرت كل شوي أترزز وتميلح على سناب والإنستغرام عشان أجمع متابعين على أمل أن يوم تتصل علي شركة يبغوني أسوق لهم منتجاتهم. وبالفعل كلموني أحد الشركات وطلبوا مني أسوي حملة للشامبو حقهم. وبعد ما اتفقنا على تعابي وقعوني على عقد في مصلحتهم ولا يضمن حقوقي. أخذت الدفعة الأولى وهذا وجه الضيف كل يوم وأنا قاعد أدعي عليهم. المشكلة إن سوق الإعلان موسمي ويتأثر بالأوضاع الاقتصادية المتقلبة. يعني ببساطة في شهور تكثر علي الطلبات وأكل فيها وعزم بعد، وشهور ثانية يا حسرة ما ألاقي فيها بذرة تمرة. وحتى لو فرضنا إن دخل الإعلان مستقر، في الحقيقة مستواه منخفض وما يتماشى مع برستيجي كشخص مشهور. وبعد فترة جمهوري اللي تعبت وأنا جمعة زعلوا مني. قال إيش؟ قال يفكروني إني أنا شايفة نفسي عليهم ومتكبرة لأني ما أرد على مسجاتهم على الإنستغرام ولا على فيسبوك. بالله عليكم مين يقدر يرد على آلاف الرسائل من المعجبين؟ ومن وين أجيب الوقت؟ أصلاً لو رديت عليهم كلهم وضيعت ساعات من يومي إيش راح يكون المردود المادي؟ وبصراحة في بعض الناس ما ينعطون وجه، قليلين أدب. كيفك يا حلو؟ المشكلة أن عمر الشهرة ما يطول وممكن تطلع فجأة وانت مصاب ولا استفدت شيء، تطلع يد ورا ويد قدام. نقدم لك التطبيق ستارز إن واللي راح يحل كل مشاكلك. ببساطة فكرة التطبيق تعتمد على ربطك مع معجبينك ومتابعينك المقربين بطريقة تقدر تتفاعل معهم ويكونوا محترمين ومؤدبين معك وتضمن لك دخل محترم وثابت لا ومن غير تعب. يعني كلها كم شغلة تقدر تسويها وانت في البيت، مثلا محادثة فيديو 5 دقائق مع أحد محبيك المعروفين. Oh my god مكياجك amazing. واو مكياجك يهبل. أو أنك تتكلم عن موضوع معين مع مجموعة أعضاء التطبيق في شكل محاضرة بالفيديو وهم يتفاعلوا معك بالتكست. أو ممكن واحدة من معجبينك تطلب منك تسجل فيديو باسمها تهنيها بمناسبة زواجها علشان ترسل الفيديو لعريسها على الواتس وتشخص عليه. معلش أحيانا راح نتعبك وتحضر مع متابعينك بعض الفعاليات والأنشطة اللي راح ننظمها من بدري وتتماشى مع جدولك اليومي. الجميل في الموضوع إن التطبيق راح يفتح لك المجال تسوي علاقات وصداقات مع معجبينك الـ VIP. تتذكر سوق الإعلان اللي كنا نكلمك عنه قبل شوي؟ ستارز إن راح يجمعك مع المعلنين بكل أنواعهم وأحجامهم بحيث تقدر تحصل على الحملات الإعلانية اللي تلائم تخصصك وإبداعاتك. يعني راح تنزل عليك طلبات الإعلان زي المطر. وأطمنك كل الصفقات راح تكون في إطار عقود تحمي مصلحتك. لا وكمان تضمن تستلم فلوسك في الوقت والإلكترونية. وإذا أحد المعلنين سوالك صداع تقدر تقيمه بعد ما تنتهي من حملته الإعلامية. ستارزن ها معانا؟ طبعا معاكم.